باسل الحاج يا زلمة ولا عبرنا ولا طلع ولا اهتم. مين قال باسل الحاج؟ والله ما اهتم يا زلمة، دخل حياتنا جديد شايف، ولا ما اهتم ولا عبر. انا حاسس الاسم باسل الحاج رح يعيش معنا لفترة طويلة. المهم اعذر اخوك، انا عملت خطبة يوم الجمعة مرة، يعني اسمها اعذر اخوك، طالع عمال تقول له ما عبرنا، انت تقول لي اعذر اخوك. طب ما انت ليه عامل الحلقه دي اصلا؟ ما انا بهزر بقول له يعني كان نفسي اترك لي تعليق ولا عبر. يقول لك بقى واحد من الصحابه، ثواني اخلص بس بس قول الموضوع هذا بس في نفس الموضوع تبعك ولا انت اللي قلت لي عليه؟ مش عارف. يقول ان سمعت صديقي طلع فوق الجبل وقال انا ربكم الاعلى لظننت انه يقرا من القران. يعني انت تذكر في اخوك الخير. التمس يا اخوك. طب اعطي انا الخطوه اللي انت تخيل مثلا انت معدي من اخوك ما سلمش عليك، بيبص على الموبايل، ممكن بيقرا اذكار الصباح. حلو. لا طيب يا ريت ما تقربش، يمكن ما شافكش مثلا. المهم اصدقائي، انا ومير منطلقين نشتري سياره، واحد من المشاهدين قال لي بحبح الكيس هتلاقي سيارات احسن، فانا هشتري لمده 15 يعني سنه 2015 بحبح الكيس. حلقات فرنسا لسه لم تنتهي يا اصدقائي، هنزلها لكم قريبا. شوفوا انا ومير ما هي الاشياء اللي عملناها في فرنسا والمشاكل التي واجهتنا. كانت رحله متعبه، اعتقد كانت اتعب رحله اقضيها في حياتي. بما انك في القناه يا صديقي، خد دقيقه لكي تشترك في قناه حكيم حلقات من بريطانيا. انا بملى الابلكيشن عشان احط السياره هذه على اسمي. السيلر كان كاتب انه لازم تملى الابلكيشن لانه معوش ورق السياره اصلا، فانا مش عارف هو جايبها منين. المهم طلع لازم ادفع 25 باوند، فهذا زود على ثمن السياره، يعني انا اشتريتها ب 450 اصبح الان 475. التصليحات عملتها تبع نفسي، صلحت الباب البنزين، صلحت الكبوت ما كانش بيعمل لوك. بحاول انزل لكم فلوج تقريبا كل يوم عشان نعيش مع بعض الجو واوريكم المشاكل اللي بمر بيها يوميا، يعني بكتشف معاكم وفي نفس الوقت بفيدكم بمعلومات. طبعا الناس اللي قالوا ممكن اعمل تاكسي بهذه السياره، هذه ممنوع تعمل بيها تاكسي، انا شاريها بس مؤقت عقبال ما اقرر هل هعمل تاكسي، لانه في التاكسي لازم يكون عمر السياره 7 سنين ماكسيمم عشان يعطوا لك اللايسنس. عمال اشتري في اشياء مش عارف اذا ليها اهميه قوي يا اصدقائي، بس الواحد زهقان وبشوف احيانا اكسكيوزي بشوف احيانا حاجات بتشده. يعني انا نسيت في الفيديو السابق اقول انه السياره فيها ام او تي لحد اكتوبر وعامله تقريبا 140 الف مايل، بس اي حاجه بنساها او اللقطات الاضافيه دايما بحطها في الموقع تبعي، وممكن تخش على الموقع تشوف الاعلان بتاع السياره هذه في الفيسبوك، الاعلان الاصلي هتلاقيه في الموقع في الرابط في صندوق الوصف. اي حاجه زياده بحطها في الموقع لو نسيتها مثلا او شيء.